نهار الإفراط قل من قطرة من جودك يا ساقي كل عطاشة من جود يلا تنطرك تنطرك يا أبو الفضيل تروب شلب عليها هذه يمنا جنها يمنا تحذر الوالد عليها هذه يمنا من طاحته ما حد إليها هادي أمنا شنها يا أمنا تكافلي مبين عليها شنها شاف حامل خدود واللي دقت بالصدر واللي مسحت شارب كاف الضمانة يعني ما معقول انرمت زينب اللي تغربت ما هي من صاحبها بس جت علشانه جنها جاف حامل خدور واللي دقت بالصدر واللي مسحت شارب الكاف الضمانة يعني ما معقول انرمت زينب اللي تغيرت ماهي من صاحبها بس جبت علشانه قنعة طلوع العقيلة من المدينة قالت أنا اللي أسيرها الضعينة لما طاحت طيحت منها السكينة زينب بلاي يمينة تهم وانا هادي أسرة ضايني عليها حناني الهاشمي هادي أسرة لوهي رحمة الله عند الفاطمي هادي أسرة الله يرحم زينب بها تخف لوني هادي أسرة ربتتي بأجتافها الهلي مخيمي يعني ما أقول استوت هي والقاع أصبحت منها فايض بالدمع طيب حنانة ايدة بيضة بلا ذنب اصفى من ماي العذب بي جروم قطعها بي من لو ديانة يعني ما اقول استوت هي والقاع اصبحت من هفايض بالدمع طيب حنانة
ايده بيضة بلا ذنب اصفى من ماي العذب بي جروم قطعها بي من ليديانا اليسار تعادل 75 يعني جيش الاحتياطي عند الحسين اليسار تعادل 75 يعني جيش الاحتياطي عند الحسين شي يمين شلون تتعسكر سماطن شان حيور بن سعد ويفر لوين شان حيور بن سعد ويفر لوين يعني ما قول استوت هي والقاع اصبحت من هفايض بالدمه طيب حنانه ايده بيضه بلا ذنب اصفى من ماي العذب بي جروم قطعها بي من لوديانه اليسار تعادل 75 يعني جيش الاحتياطي عند الحسين اليسار تعادل 75 ويعني جيش الاحتياطي عند الحسين شي يمين شلون تتعسكر سماطن شان حيور بن سعد ويفر لاوين هذا عباس هذا عباس راعي الباس هذا عباس طالع من الخيمة يتلاهب بناره القربة بيمينه والراية بيساره قلبه على اخته نظرها بنظاره قالت ليا اخويا بطفالي محتاره راعي الباس على عباس ودمه نبراس طالع من الخيمة يتلاهب بناره القربة بيمينه والراية بيساره طالع من الخيمة يتلاهب بناره القربة بيمينه والراية بيساره قلبه على اخته نظرها بنظاره قالت لي يا اخويا اطفال محتاره قالت لي يا اخويا اطفال محتاره طمن اخته وغارت الكل وصل غايه حول ببرده وغرف بس ما شرب مايه دب بيثار وفه قالت له الحجايه اشرب وضام المخيم ينذهل رايه ودم نبراس هذا عباس راعي الباس هذا عباس بعد دم نبراس يلا سمعني هذا عباس ما طول وروده دنك ترس جوده وشفات ذبلانه قاموا طلع زوده قاموا وزن المخيم قاصد للمخيم والهبه بحدوده لو ما هي بالغدره ما صد وردوده ودم نبراس هذا عباس راعي الباس هذا عباس ما طول وروده دنك ترس جوده ما طول وروده دنك ترس جوده
وش فاته ذبلانه قام وطلع زوده قاصد للمخيم والهبة بحدوده لو ما هي بالغدرة ما صد وردوده الحكيم ابن الطفل ابن أخلى متخافي قوة شال السيف وطيح يمنة الوافي وصل وخلاها وقعد شن متعافي لكن النوف الكمين ليس رمو كافي هذا عباس بعد راعي الباس طالع من الخيمة يتلاها ببنارة طالع من الخيمة يتلاها ببنارة القربة بيمينه والراية بيسارة قلبه على خده قلبه على قلبي خده نظرها بنظارة قالت لي يا أخويا بطفال محتارة طمن اخته وغارت الخيل ووصل غاية حول ببرده وغرف بس ما شرب ماية لبى بيثار وفه قال الا الحجاية اشرب وضام المخيم ينذه الراية راعي الباس دمن براس طالع من الخيمة يتلاها ببنارة القربة بيمينه والراية بيسارة طالع من الخيمة يتلاها ببنارة القربة بيمينه والراية بيسارة يلطع على قلبي اخته نظرها بنظارة قالت لي يا أخويا بطفال محتارة ودم نبراس دم نبراس من بعد ما قطعوها شماله ويمينه من سهم من حرم الأصابة وسط عينه من جمد دمع العينه العمد حينه فضخة والهام بحديد وناده حسينه من وصل له قال له يا بعد كل عائلتي شوفت عيونك بعد خويا قلت حيلتي من بعد ما من وصل له قال له يا بعد كل عائلتي شوفت عيونك بعد خويا قلت حيلتي شوفت عيونك بعد خويا قلت حيلتي